السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معنا النهاردة ضيف جديد على منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بيطرح من خلال السوق المصري، وهي كيا إكسيد الجديدة. النهاردة نتعرف على الفئة الأولى من العربية بتجهيزاتها القياسية، ونتعرف كمان على أبرز الاختلافات في التجهيزات ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. وطبعا اللي على رأسها هيكون فرق السعر، عندنا 35 ألف جنيه فرق سعر ما بين الفئة الأولى والثانية، فهل يا ترى التجهيزات اللي في الفئة الثانية تستحق فرق السعر ده ولا لا؟ هو ده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه النهاردة في الريفيو بتاعنا، وزي ما تعودنا فصل صغير هناخد فيه لفة حوالين العربية داخليا وخارجيا ونرجع نكمل. في التفاصيل خلوني اتوجه بالشكر الجزيل والواجب للاستاذ اسلام زكي، رئيس مجلس اداره معارض محمد زكي، الموزع المعتمد لعلامه كيا الكوريه والموزع المعتمد لكثير من العلامات التجاريه المطروحه في السوق المصري. حابب كمان اتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين والعاملين في معارض محمد زكي اللي بنصور فيها بشكل عام، لان هم دايما بيساعدوا على قد ما بيقدروا في ان الريفيو يطلع باحسن شكل ممكن. والشكر طبعا موصول لحضراتكم على دعمكم الدائم لينا، سواء في قناتنا على اليوتيوب او بمتابعتكم لينا على صفحتنا على الفيسبوك، فكل الشكر والتقدير لحضراتكم على دعمكم لينا. نرجع بقى لموضوعنا، وهي الكيا إكسيد اللي زي ما قلت في المقدمة بتطرح فئتين من خلال وكيل علامة كيا الكورية EIT في السوق المصري. الفئة الأولى اللي معانا النهاردة سعرها الرسمي 365 ألف جنيه، الفئة الثانية سعرها الرسمي برضو 400 ألف جنيه. طيب فرق 35 ألف جنيه ده هيبقى ظاهر أو مترجم عندنا في التجهيزات، عندنا 5 فروق في التجهيزات الخارجية ما بين العربيتين أو الفئتين، وعندنا 7 فروق في التجهيزات الداخلية ما بين الفئتين، هنتكلم عنهم تباعا في التفصيل خلال الدقائق اللي جاية. طيب في 3 نقط مهمين جدا لازم نلفت النظر ليهم، لان ال3 نقط دول يعتبروا حاجات داعمه جدا لكيا إكسيد في منافستها في السوق المصري في الفئه السعريه والحجميه اللي هي بتنافس فيها. اول نقطه هي نقطه التجميع الاوروبي، العربيه بيتم تجميعها في دوله سلوفاكيا، وده طبعا هياخدنا للنقطه الثانيه واللي بتنعكس على التاثير الايجابي في الماتيريال المستخدم في العربيه وبشكل عام التجهيزات. العربيه فيها تجهيزات من الفئه الاولى اللي هي بتنزل ستاندرد او بتنزل بشكل قياسي، تجهيزات مش وحشه خالص، الماتيريال كمان مش وحشه خالص، هنتعرف عليها دلوقتي. النقطه الثالثه والاخيره وهي نقطه تسعير العربيه، ان العربيه تجميع اوروبي ده اثر بشكل ايجابي جدا على تسعير العربيه، زي ما سمعنا 365 و400 الف في فئه الكروس اوفر او الكومباكت كروس اوفر تحديدا، رقم لطيف جدا. عندنا منافسين كتير فيهم امكانيات اقل وسعر اعلى، فبالتالي العربيه هتنافس بشكل كبير. ده غير كمان ان انا اتوقع توقعاتي الشخصيه ان هي هتستقطب شريحه من العملاء ما كانوش بيدوروا على كروس اوفر، ولكن مقارنه بالسعر ده انا ليه ادفع مثلا 365 الف في عربيه سيدان لما ممكن ادفعهم في عربية كروس اوفر، فهي بالتالي هتستقطب شريحة مش قليلة من المستهلكين او من الناس اللي بتدور على عربيات في رينج السعر من 365 الف او 350 لحد 400 الف. دي كده سريعا مجموعة نقاط مهمة لازم نتكلم عنها، لانها زي ما قلت لكم هتدعم كيا إكسيد في منافستها في السوق المصري. ندخل بقى على التفاصيل ونبتدي بمقدمة العربية. حاجه ملفته للنظر في تصميم مقدمه العربيه هو الفوانيس الاماميه. الفوانيس الاماميه هنا شكلها اقرب ما يكون لتصميم عين الصقر. هنلاحظ انه العدسه الرئيسيه اللي موجوده الاضاءه بتاعتها بتيجي LED مع 4 عدسات جانبيه مساعده ليها جوه الفانوس، فبتدي منظر شيك للفانوس ومنظر عدائي او اجريسيف اكتر. هنلاحظ كمان الرمش اللي موجود من فوق كده اللي هو بيشكل الاشارات الجانبيه بتاعت العربيه اللي بتيجي الاضاءه بتاعتها برده LED، وبرده بيبقى يكون بيتخلي شكل الفانوس شكل مميز واجريسيف. الفانوس نفسه كمان بيبقى
بيبقى فيه جزء ممتد على الرفارف الجانبية اليمين والشمال، هو جزء ديكوري أو جزء زينة مش أكتر، ولكن بيدي منظر كمان للفانوس بيخليه شكله مختلف. من ضمن الحاجات برضو اللي بتساهم في إنه شكل العربية يبقى أجريسيف أو رياضي هو استخدام البيانو بلاك في الشبكة الأمامية اللي تصميمها بشكل عام بيعبر عن الأيدنتيتي أو شخصية كيا. يعني نقدر نقول إن الشبكة الأمامية تعرف إن العربية دي كيا، مفيش فيها أي اختلاف، ولكن استخدام البيانو بلاك أو بلاستيك الأسود اللامع فيها، وكمان استخدام البيانو بلاك في فتحات التهوية السفلية اللي هي حجمها كمان أكبر من حجم الشبكة الأمامية، بيدي انطباع رياضي للعربية. هنلاقي إن البيانو بلاك كمان مستخدم في الفريم أو الإطار اللي موجود حوالين الفوج لايت الأمامية اللي موجودة من الفئة الأولى، ولكن الإضاءة بتاعتها بتكون هالوجين. التريم كمان في تريم طالع من الفوج لايت الأمامية، بيبقى تريم واخد ميكس ما بين البيانو بلاك وعليه كمان شريطة من الكروم، فبيدي منظر رياضي أكتر للعربية. لو نزلنا لتحت كمان شوية هنلاحظ إن الديفيوزر الأمامي بيجي بلونين أو بميكس ألوان ما بين البلاستيك الأسود المط من فوق، ومن تحت بيجي بلون بلاستيك رصاصي بس لامع شوية، فيه لمعة مش كروم ولكن بلاستيك رصاصي فيه لون لمعة شوية. هنلاحظ كمان إن هو بيطلع شفة موجودة على اليمين والشمال، الشفة دي بتمتد معايا حوالين أقواس الكاوتش وعند العتب بتاع الأبواب، فبيديك إحساس إن العربية تو تون أو لونين، فيه اللون الأسود من تحت وبقية العربية بقيت لونها الطبيعي. في عندنا كمان تصفيح اسفل المحرك، ودي برضو من نقاط القوة المهمة جدا، وهتاخدنا بقى للكلام عن المحرك ومنظومة الحركة في العربية. لكن قبل ما نتنقل ليها حابب افكركم ان شعار كيا الجديد موجود هنا في مقدمة العربية. ندخل بقى على المحرك ومنظومة الحركة في كيا اكسيد، يلا بينا. ندخل بقى على منظومة الحركة، وبسم الله كده نفتح الكبوت، وهنلاحظ انه ما عنديش مساعدين لرفع الكبوت، بالاضافة كمان لانه ما فيش عندي الجزء الخاص بالعزل في بطن الكبوت هنا، ولكن عندي تصفيح كامل اسفل المحرك، ده اتكلمنا عنه في المقدمة. المحرك بتكنولوجي السمارت ستريم بسعة 1.5 لتر او 1500 سي سي، متوصل بشحن تربو، ومتوصل كمان على نقل حركة اوتوماتيكي دي اس جي او دول كلتش، بيجي دراي مش ويت، ويمكن دي نقطة تزعل ناس كتير، ولكن لسه ما جربناش العربية عشان نتعرف على اداء نقل الحركه. المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه بتوصل ل 160 حصان، وبتطلع عزم بيوصل ل 253 نيوتن متر. معدل استهلاك البنزين في العربيه يعتبر لطيف جدا، بنتكلم في 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر العربيه بتمشيهم، والتسارع بتاع العربيه من 0 ل 100 في حوالي 9.2 ثانيه. اما بالنسبه لنظام التعليق، فنظام التعليق الامامي بيبقى ماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي والنقطه مميزه جدا بيكون مالتي لينك منفصل. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه ونظام التعليق. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتعرف على الاوبشنز واهم الاختلافات الموجوده ما بين الفئتين بتوع اكسيد في جنب العربيه، يلا بينا. طيب هو انا غالبا نسيت اقول لكم ان الشبكه الاماميه هنا في الفئه الاولى بتكون زي ما شفناها من البيانو بلاك، لكن في الفئه الثانيه بتكون من الكروم، وده اول فرق معانا في التجهيزات الخارجيه. الفروق اللي بعد كده هتكمل معانا هنا في جنب العربيه وظهر العربيه. مبدئيا هنا في جنب العربيه خلونا نبتدي بالفروق. اول فرق هيبقى ظاهر معانا هو المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه هنا ما فيش فيها اشارات جانبيه، والطي بتاعها بيكون مانوال او يدوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اما في الفئه الثانيه فبيكون فيها اشارات جانبيه، وبيكون الطي بتاعها اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه. طيب طالما مفيش اشارات جانبيه هنا، يبقى اكيد عندنا انديكيتر موجود هنا على الرفرف الجانبي سواء اليمين او الشمال، وده كده اختلافين كمان، يبقى عندنا كده ثلاث اختلافات. رابع اختلاف موجود معانا هنا في جنب العربيه هو الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، وده مش موجود هنا في الفئه الاولى لكن موجود في الفئه الثانيه. وطالما طبعا بنتكلم على كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، يبقى اكيد في عندنا ستارت ستوب انجن، لكن هنا ده مش موجود، وده كده الفرق الرابع. والفرق الخامس والاخير فيما يتعلق بالتجهيزات الخارجيه هيكون موجود في ظهر العربيه. لكن بشكل عام بقى بقيه التجهيزات المشتركه ما بين الفئتين في جنب العربيه، هنلاحظ ان الازاز الخلفي بيجي فمي، هنلاحظ كمان الجنط اللي بيجي مقاسه 18 انش بنقشه رياضيه في الفئتين، ما فيش فيه اي اختلاف، بنفس النقشه وبنفس الالوان، تو تون رصاصي فاتح مع رصاصي غامق. ارتفاع العربيه عن الارض 18.4 سنتي، وده طبعا ارتفاع مناسب جدا وكويس جدا. طول قاعده العجلات 2.65 متر سنتي، والطول الكلي للعربيه حوالي 4.83 متر سنتي، طبعا ده يعتبر برضو رقم كويس جدا. هنلاحظ كمان الشكل العام للعربيه اللي واخد تصميم اقرب ما يكون او خطوط اقرب ما تكون للهاتشباك لاين، فهنلاحظ كمان الكيرف اللي موجود هنا عند ظهر العربيه بيبقى باين جدا من جنب العربيه، بيخلي شكل العربيه فعلا مميز جدا ومختلف. روف راكس برضو موجوده باللون الرصاصي وموجوده في الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه وابرز الاختلافات ما بين الفئتين في جنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل للظهر ونتعرف على الاختلافات اللي موجوده في الظهر، عندنا اختلافين كمان في ظهر العربيه، يلا بينا.
طيب في ظهر العربية عندنا فرقين أساسيين ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. أول فرق موجود هو سنسور الركن الخلفية اللي بتبقى موجودة في الفئة الثانية مش موجودة هنا في الفئة الأولى. وتاني اختلاف عندنا هو طريقة فتح باب الشنطة اللي بتفتح هنا في الفئة الأولى بشكل يدوي أو مانوال، أما في الفئة الثانية بتكون الفتح بتاعها كهربائي. ولكن مساحة الشنطة واحدة ما فيش فيها أي اختلاف، 426 لتر مستغلة بشكل كامل، لكن شفة التحميل مرتفعة شوية إلى حد ما، بتاخد حوالي ارتفاع أصابع تقريبا. لكن ممكن كمان زيادة مساحة الشنطة من 426 لتر ل 1394 لتر في حالة طي الكنبة الخلفية 40-60. الشنطة فيها شوية اوبشنز ظريفة، منها مثلا الجنشات، اربع جنشات مثبتة على الارض. الجزء السفلي ممكن اوصل له من خلال يعني طريقتين او من خلال مستويين من فتح الارضية بتاعت الشنطة، يعني كده المستوى الاول وكده كمان بيبقى المستوى الثاني. في عندي مستويين لطريقة فتح الارضية بتاعت الشنطة عشان اوصل للاستبن. الاستبن هنا بيكون بجنط احتياطي مع العدة الخاصة بالاستبن اللي هو الكوريك والمفك وخلافه. طيب في على الشمال هنا عندي وحدة مكان لتخزين الطفاية بتاعت الحريق، وعندي كمان فتحة 12 فولت من الفئة الأولى، ودي برضو أحد الحاجات اللطيفة، بالإضافة كمان لوحدة إضاءة صغيرة موجودة هنا بتبقى إضاءة هالوجين. في رف كمان موجود هنا بيبقى صلب شوية علشان لو عايز أحط حاجات خفيفة أو بسيطة عليه من فوق، أو ممكن كمان أستغله ككفر أو غطاء لأي حاجة موجودة جوه الشنطة مش عايزها تبان. طيب ده كده سريعا الشنطه وما يتعلق بيها. من بره بقى زي ما قلت لكم ابرز اختلاف في التجهيز هو سنسور ركن الخلفيه اللي مش موجوده في الفئه الاولى لكن موجوده في الفئه الثانيه. لكن عندنا كاميرا موجوده، كاميرا خلفيه متصله بالشاشه اللي موجوده جوه اللي هنتعرف عليها لما ندخل جوه العربيه. من بره بشكل عام التصميم اقرب ما يكون للهاتشباك لاين، او واخده شكل الهاتشباك في التصميم بتاعها، شكل الشنطه واخد بومبي كده مدي منظر كمان شيك جدا للعربيه. هنلاحظ كمان البومبي ده واخد زي انتجريتد سبويلر موجود هنا، لكن هو مش سبويلر ولكن في بروز كده واخد خط كمان بيكمل معايا فوق الفوانيس الخلفيه. الفوانيس الخلفيه الاضاءه بتاعتها بتيجي ال دي في الفئتين، مفيش فيها اي اختلاف خالص، حتى كمان بما في ذلك الاشارات الجانبيه اللي موجوده برده بتيجي ال دي. ولكن الاضاءه الموجوده هنا بتبقى فوج لايت في الجزء الشمال، وفي الجزء اليمين بتبقى اضاءه الريفرس او الرجوع للخلف. الاضاءه سواء الفوج لايت او الريفرس بيكون حواليهم فريم مثلث من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع. هنلاحظ كمان الاكسدام بيكمل معايا هنا جزء خاص بالبلاستيك الاسود المط، اما الديفيوزر فبياخد شكل البلاستيك الاسود او البلاستيك الرصاصي اللامع، مش كروم ولكن بلاستيك رصاصي فيه لمعه شويه. الكروم بيبقى موجود حوالين فتحات الشكمان اليمين والشمال اللي هم فيك مش حقيقيين. عندنا فتحه شكمان واحده رئيسيه موجوده في اليمين، لكن الفتحتين دول بيدوا بس منظر رياضي للعربيه مش اكتر. الازاز الخلفي بيجي فاميه مع كيرف او بومبي كده، بيبقى بيدي منظر رياضي جدا للعربيه، وطبعا جواه سخانات علشان الشبوره والضباب، وده السبويلر الرئيسي بتاع العربيه، مثبت جواه الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل واللي بتيجي الاضاءه بتاعتها ال اي دي، مع انتنه الشارك فين الموجوده هنا والمساحات الخلفيه كمان، وشعار كيا الجديد اللي موجود على باب الشنطه، وبيفتح طبعا الفانوس الخلفي بيفتح نص منه مع باب الشنطه والنص الثاني مثبت على الرفرف الجانبي الخلفي. ده كده سريعا ما يتعلق بظهر العربيه. تعالوا بقى نركب جوه العربيه ونتعرف اكتر على الكنبه الخلفيه ومقصوره الركاب من جوه، يلا بينا. وصلنا للكنبه الخلفيه في كيا اكسيد، ومبدئيا كده نبتدي بالفرش. الفرش في العربيه هنا بيبقى ميكس ما بين الجلد وما بين القماش، في تطعيمات كبيره من الجلد مش صغيره، مع تطعيمات كمان كبيره مش صغيره في القماش، فنقدر نقول يعني ايه 50 50 50 قماش و50 جلد. طيب الجلد المستخدم الماتيريال بتاعته قويه جدا على فكره، مش ماتيريال ضعيفه، وبالتالي زي ما قلت لكم في البدايه ان هو طالما تقفيل اوروبي فيعني بينعكس على جوده الماتيريال الموجوده، الجوده تعتبر الى حد ما جيده جدا في العربيه. طيب هنلاحظ ان الجلد موجود فيه هنا تطعيمات بلاستيك ولكن واخده طبقه جلد، فبتدي منظر كمان شيك، لكن الجلد الحقيقي موجود هنا في بطن الباب، موجود كمان على مسند الكوع اللي هنا، اما في الجزء السفلي اللي هو فيه مساحات التخزين فبيكون من البلاستيك الصافي. طيب عندنا كمان مكان للسماعه هنا، تصميم الباب تصميم بسيط وسمبل جدا، في عندنا تطعيمات من البيانو بلاك موجوده حوالين الاكره بتاعت الباب او مقبض الباب عشان افتح منه. اماكن تثبيت مقعد الاطفال او الايزوفيكس مع احزمه امان خلفيه موجوده هنا في الكنبه الخلفيه القابله للطي 40 60 زي ما اتفقنا احنا بنتكلم في الشنطه، علشان تزود مساحه الشنطه معايا اكتر ما هي موجوده، لتوصل لحد 1394 او 95 لتر في الحدود دي. طيب عندنا كمان مسند ايد خلفي، وده موجود زي ما احنا شايفين كده من الفئه الاولى، مع اثنين كاب هولدر موجودين، لكن مفيش ايزي اكسس للشنطه من هنا، الجزء ده بيبقى مقفول، لكن في مسند ايد خلفي ودي نقطه كويسه. طيب بالنسبه كمان للمساحات الخاصه بالارجل ومساحات السقف، انا كنت
متوقع انه الهاتشباك لاين اللي بيجي كده يعني في كيرف موجود فممكن يضيق مساحه الراس، لكن هي مساحه الراس في العربيه كويسه جدا ومعقوله جدا. هلاحظ كمان ان مساحات الارجل مساحات برده واسعه جدا ولطيفه جدا، سواء مساحه الركبه انا ظابط كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، ومع ذلك عندي حوالي 5 صوابع او اكتر فيما يتعلق بالركبه، وارتفاع الكرسي عن الارض، والقابل للضبط بالمناسبه يدويا من جوه هنتكلم عنه اكتر، برده مديني مساحه رجل من تحت كمان كويسه جدا، بالاضافه كمان لانه مفيش نفق فتيس او نفق فتيس يعتبر منخفض يعني بارتفاع صابع واحد، فده هيديك مساحه كمان ان انت تقعد في النص، ولكن الكونسول الوسطي راجع لورا شويه ومفيش فيه اي اوبشنز موجوده، فبالتالي مش هتعرف تحط رجلك في النص، يعني ممكن تحط رجل يمين ورجل شمال، ولكن القعده في النص برده مش مريحه قوي لانه الجزء اللي في النص ده مرتفع مع مسند الايد بيبقى خبط في ظهرك، فمش هتبقى مستريح قوي الا لو كان في طفل طبعا ده وضع تاني، لكن القعده بشكل عام في الكنبه مريحه بشكل عام، يعني بتبقى لطيفه سواء القعده او الظهر كمان بيبقى مريح، مساند الراس كمان تصميمها مش مؤذي، فبالتالي حتى وانت في طولي مثلا 164 سم فهتحس ان القعده كمان كويسه مش صعبه يعني. طيب ده كده فيما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصوره الركاب والكنبه الخلفيه، تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم باستفاضه عن عوامل السلامه والامان في العربيه اللي هي تعتبر نقطه قوه، بالاضافه كمان للانفوتيمنت سيستم وخلافه، يلا بينا. طيب وصلنا للكونسول الامامي في كيا اكسيد، وخلونا كده قبل ما نبتدي بعمل السلامه والامان زي ما نبتدي دايما، خلونا نبتدي باهم الفروق ما بين الفئتين اللي بتنزل بيهم العربيه داخليا، لان انا قلت لكم ان احنا عندنا مجموعه من الفروق كبيره مش صغيره جوه العربيه. طيب مبدئيا نبتدي كده من الشمال اليمين، اول حاجه هنقابلها شاشه الاعدادات، عندنا في الفئه الثانيه شاشه اعدادات 12.2 او 3.10 انش، ودي شاشه اعدادات ديجيتال اول مره تنزل في عربيات كيا في مصر بشكل عام، اما هنا شاشه الاعدادات فبتكون يعني انالوج مع شاشه وسط 4.2 انش بيظهر عليها المعلومات الحيويه الخاصه بالعربيه بشكل عام. طبعا بتيجي الاضاءه بتاعتها شكلها ظريف وبتيجي برده واخده عمق كده شكلها يعني مميز الى حد ما، مؤشر السرعه موجود على يمينك تحت منه مؤشر البنزين ومؤشر الار بي ام على شمالك وتحت منه مؤشر الحراره، والشاشه الوسطيه زي ما قلت لكم 4.2 تقريبا انش موجوده في منتصف الاعدادات. ده اول فرق. ثاني فرق عندنا الوايرلس شارجر الموجود في الانفوتيمنت سيستم، ده مش موجود هنا في الفئه الاولى لكن ده موجود في الفئه الثانيه. طيب شاشه الانفوتيمنت سيستم واحده مفيش فيها اي اختلاف، عندنا كمان اختلاف موجود في السنسور الركن الخلفيه، هنا احنا قلنا ان مفيش هنا سنسور ركن خلفيه لكن في الفئه الثانيه بيكون عندنا سنسور ركن خلفيه، ولكن في كاميرا خلفيه مشتركه ما بين العربيتين. طيب بشكل عام بقى عوامل السلامه والامان في العربيه واحده باستثناء طبعا حساسات الركن الخلفيه، عندنا بقيه الحاجات كلها واحده، 6 ايرباج موجودين، 2 امامي 2 جانبي و2 ستائري، وده رقم محترم جدا على اي عربيه وبالذات لما تكون كروس اوفر. كمان عندنا كمان الاي بي اس، فرامل الاي بي اس، فرامل الاي بي دي، التراكشن كنترول، الاي اس بي، عندنا كمان نظام دعم او مؤازره للاي اس بي او نظام دعم الاتزان مع عجله القياده كمان، وده احد الانظمه المميزه في كيا بشكل عام، موجود في السيراتو وموجود كمان هنا في الاكسيد، اختبرته كمان في تجربه قياده السيراتو كان عظيم جدا الحقيقه. طيب في ايه كمان اوبشن او متعلقه بعوامل السلامه والامان؟ طبعا احزمه الامان اللي موجوده، وموجود كمان احزمه امان خلفيه، بالاضافه كمان لايزوفاكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال. ده كده سريعا ما يتعلق بالسيفتي باكج او عوامل السلامه والامان موجوده في العربيه. في من ضمن برضو الاختلافات اللي موجودة الكيلس انتري او دخول العربية باستخدام المفتاح اللي اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في جنب العربية، وطبعا بينعكس هنا في المقصورة على اختلاف صغير وهو الزرار بتاع الستارت ستوب انجن، هنا مش موجود طبعا، المفتاح بيبقى مفتاح تقليدي عادي زي ما احنا شايفين كده، لكن في الفئة الثانية بيكون زرار ستارت ستوب انجن. من ضمن الاختلافات كمان عندنا التكييف اللي موجود هنا بيبقى تكييف مانوال وبيبقى زون واحدة، اما في الفئة الثانية بيكون تكييف اوتوماتيكي مع دول زون او منطقتين. عندنا كمان فتحة USB، فتحة USB للشحن مع فتحة USB كمان للتواصل مع الشاشة، الشاشة هنا بتقبل ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، تاتش سكرين، بتيجي 8 انش، بتيجي طايرة كمان شكلها مميز ومختلف، الريزوليوشن بتاع الشاشة نفسه كويس جدا ولكن الريزوليوشن بتاع الكاميرا الخلفية مش احسن حاجة للاسف، فهنوريها لكم دلوقتي، هو بيبقى ريزوليوشن في بكسلة شوية في الريزوليوشن، ولكن بشكل عام الوايد بتاعها او العرض بتاعها بيبقى كويس وجايب لك الاوبجكت اللي وراك بشكل كويس. طيب عندنا كمان زي ما قلت لكم ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، من الحاجات اللي انا مش قادر احددها الحقيقه التاير بريشر مونيتورنج هل هو موجود ولا لا، ليه زرار موجود هنا ولو تضغط عليه لفتره طويله بتعمل عليه هولد بيديك مؤشر بيقول لك ان ستاندرد تاير
pressure saved، ولكن بشكل عام ما بيبين لكش مؤشر الضغط في الإطارات عامل ازاي، وده برضو انا مستغربه، هل هي activate ولا دي activate، مش باين ده عندي. نقطة كمان غريبة، وهي ان انا قدرت اجيب على الشاشة اللي موجودة هنا ambient light، مع ان العربية ما فيش فيها ambient light، لكن في option ambient light موجود، هتلاقوه هنا في السيتنج بتاعت الشاشة، لكن ما فيش ambient light حقيقي موجود في العربية، وده حاجة برضو انا استغربت لها. وده مش موجود كمان في الفئة التانية، يعني الفئة التانية برضو مكتوب ان فيها ambient light، لكن برضو ما فيش فيها ambient light. طيب، عجلة القيادة واحدة في الفئتين، بتيجي طبعا من الجلد زي ما احنا شايفين، مالتي فانكشن، بيبقى على يمينك الكروس كنترول وعلى شمالك الجزء الخاص بالتحكم في الانفتيمنت سيستم. عجلة القيادة كمان قابلة للضبط في اربع اتجاهات، فوق وتحت وقدام وورا بالشكل ده، وكمان كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي ممكن قابلين الاثنين للضبط في اربع اتجاهات يدويا، ولكن عندنا كرسي السائق فيه جزئيه زياده وهي ضبط ارتفاعه كمان، ودي جزء زياده في ضبط الاتجاه بتاع كرسي السائق. طيب، في تطعيمات كتير موجوده في الطابلو الامامي من البيانو بلاك، موجوده حوالين فتحات التكييف اليمين، فتحات التكييف الشمال، وفتحات التكييف الوسطيه اللي موجوده هنا، وحواليها كمان تطعيم داخلي موجود من البلاستيك الرصاصي اللامع اللي موجود قدامنا دلوقتي، وهتلاقوه برده موجود عند فتحات التكييف اليمين والشمال. نفس الستايل ده كمان موجود في شاشه العدادات، شاشه العدادات هي نفسها حواليها دوائر فريم من الرصاصي الاسود الرصاصي اللامع، وحواليها بيانو بلاك من بره كده خارجي، بيانو بلاك برده بيدي منظر شيك للعربيه او الجزء الامامي من الكونسول بتاع العربيه. طيب، الماتيريال المستخدم في العربيه زي ما قلت لكم برده في المقدمه من جيد الى جيد جدا، عندنا كمان الطابلو من قدام بيبقى واخد السوفت ماتيريال، واخد تشبيحة جلد كمان مع ستيتشنج او خياطة موجودة هنا، بتدي منظر او انطباع ان العربية من الجلد، لكن هو سوفت ماتيريال، كل ده بيبقى سوفت ماتيريال مش بلاستيك، ولكن ده برضو حاجة مميزة، وايدك بشكل اساسي مش هتقع على حاجة بتضايقك في الملمس، ودي حاجة لطيفة. لو جينا عند الابواب هنلاحظ برضو ان هي الابواب من فوق بتبقى من السوفت ماتيريال، على عكس الابواب من فوق في الخلف بتبقى من البلاستيك الصريح، ولكن في بطن الباب بيبقى من الجلد زي ما موجود في الابواب الخلفية، ومسند الكوع بيبقى من الجلد الطري برضو، لكن الجزء الخلفي او السفلي عفوا من الباب الامامي بيبقى من البلاستيك، مساحات التخزين فيه بتبقى اكبر من مساحات التخزين الموجوده في الابواب الخلفيه. عندنا بقى الجزء المتعلق بالتحكم في الازاز بتاع العربيه، بيبقى الازاز طبعا بتاع العربيه الامامي بيبقى اوتوماتيكي، يعني بيقفل ويفتح من تكه واحده. وعندي كمان الجزء الخاص بالتحكم في المرايات او ضبط المرايات الجانبيه، لان ضبط المرايات الجانبيه بيبقى كهربائيه من جوه العربيه، لكن الضم بتاعها بيكون يدوي زي ما اتفقنا. طيب، ايه كمان عندنا؟ زي ما قلت لكم شاشه العدادات ابل كار بلاي اندرويد اوتو، شاشه الانفتيمنت سيستم عفوا ابل كار بلاي اندرويد اوتو، والسنسيفتي بتاعها لطيف جدا، وبتظهر عندي كافه المعلومات المتعلقه بالعربيه، لكن ما فيش فيها سلايد منيو كده، لكن بشكل عام الاستخدام بتاعها سهل وبسيط ومتعودين عليه وعارفينه قبل كده. طيب، وايرلس شارجر كمان اتكلمنا عنه، عصايه نقل الحركه اللي موجوده هنا، عصايه ظريفه شكلها ظريف مش وحش، في حواليها تطعيمات من البلاستيك الرصاصي اللامع، وحوالين البلاستيك الرصاصي اللامع ده في عندنا تطعيمات من البيانو بلاك مع زرار لدرايف مود السبورت اللي موجود هنا، وكل اللي بيحصل بس ان هو بيغير المود بتاع القياده مش اكتر، ولكن ما بيحصلش تغيير مثلا في شاشه العدادات او بيحصل تغيير في الالوان او اي حاجه. طيب، على الجزء ده كمان عندنا في الكونسول الوسطي في عندي اثنين كاب هولدر، عندي كمان مسند او فرامل الايد اليدويه اللي موجوده هنا، بتبقى فرامل ايد عاديه من الجلد، ودي برده من الحاجات المميزه، بالاضافه كمان لمسند الايد الامامي اللي غير قابل للاطاله، مع مساحه تخزين سفليه موجوده تحت منه، لكن مش مستغله فيها اي حاجه، يعني مفيش فيها فتحات 12 فولت او يو اس بي او اي حاجه. الجلوفز بوكس برضه بيفتح بشكل لطيف، مش سوفت قوي، ولكن برضه بيفتح بشكل لطيف، مساحته كبيره وفي جواه وحده اضاءه صغيره. الاحظ كمان ان المرايه الخلفيه اللي موجوده هنا التعتيم بتاعها بيكون تعتيم يدوي مع الكونسول العلوي اللي موجود هنا، اللي من خلاله بقدر اتحكم في الاضاءه اللي موجوده بتاعه العربيه والاضاءه بتاعه فتح الابواب، وعندي كمان مكان هنا لتخزين النظاره. طيب، ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي، واهم الاختلافات في الكونسول الامامي ما بين الفئه الاولى والفئه الثانية من كيا اكسيد الجديدة. بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا للفئة الأولى من كيا اكسيد. أشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد. ودايما بفكركم في نهاية كل ريفيو مهم تنزل تتفرج على العربية بنفسك، تتعرف على الأوبشنز أو الإمكانيات اللي فيها، إيه اللي هيناسبك منها وإيه اللي مش هيناسبك. بشكركم جدا ونشوفكم على خير إن شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد. مع السلامة.